تحديات زراعية ومشاكل تهدد الأمن الغذائي تشهدها الدول العربية المتجاورة الأربع، العراق ولبنان والأردن وسوريا. تمت مناقشة هذه الإشكاليات هذه المرة في دمشق لأول مرة بعد سنوات طويلة من الحرب السورية. فما يشهده العالم اليوم من مشاكل شح المياه ودرجات الحرارة وتداعيات الحرب التي طالت آثارها الحالة الاقتصادية والزراعية لهذه الدول، كان لها التأثير الأكبر على حصيلة الإنتاج وانسياب تدفق السلع الغذائية فيما بينها. الاجتماع الرابع بعد اجتماعاتي بغداد وبيروت وعمان. الاجتماع الرباعي في دمشق بين وزارات الزراعة للدول الأربع مثل حصيلة لثلاث اجتماعات سابقة وتتويجاً للجهود الاستكشافية خلال الفترة السابقة للعواصم بيروت وبغداد وعمان للاجتماع على طاولة واحدة والبحث عميقاً في الواقع الزراعي للمنطقة. هي نقطة تاريخية في تاريخ هذه الدول أن يكون هناك إجماع على عقد هذا الاجتماع الرباعي، واللي هو ليس الاجتماع الأول، سبقه اجتماعات ثلاث في بغداد وبيروت وعمان خلال العام الماضي، ولكن تتوج هذه الاجتماعات حاليا بانعقاد هذا الاجتماع الرباعي في دمشق وتحتضنه سوريا للتوقيع على نتيجة المشاورات والاجتماعات التي تمت سابقا حول كيفية الوصول إلى صيغة موحدة لمذكرة تفاهم يمكن أن تكون مقبولة للتوقيع عليها من قبل الأطراف الأربع. بالفعل تم هذا الشيء خلال الفترة السابقة، وتعتبر فترة العام هي فترة وجيزة للوصول إلى اتفاق بالفعل بين الدول الأربعة، مما يشير إلى علاقات جيدة بين هذه الدول على جميع الأصعدة. هذه الاجتماعات الرباعية من أهمية بمكان كونها تأتي في إطار التكامل في منطقة بلاد الشام، وهي منطقة متكاملة طبيعية، ومن الطبيعي أن تصار إلى إزالة جميع الحواجز أمام انسياب السلع مختلف المواد ولا سيما السلع الزراعية. فنحن كنا تاريخيا السلة الغذائية للعالم، ونأمل أن نعود هذه السلة الغذائية لكل العالم عبر هذا التكامل. التغيرات المناخية وواقع الحرب ألقت بظلالها على حال الانسياب الزراعي في عدد من المناطق، مثل معدلات الجفاف العالية التي أصابت العراق، ما أثر بصورة ملموسة على الإنتاج الزراعي، وهذا يتطلب الخروج بمشاريع جديدة تسهم في إنعاش القطاع من جديد. هذا الاجتماع مهم لأنه يسعى إلى تكامل اقتصادي في ظل ظروف حقيقة صعبة تمر بها المنطقة ويمر العالم. واحد من هذه الظروف هو التغيرات المناخية اللي أفرزت تأثر كبير بالنسبة للكميات الواصلة، بالنسبة للتغيرات درجات الحرارة، واللي أثرت على الاقتصاد الزراعي. الجنب الأخرى ما تمر به المنطقة أيضا من أحداث عسكرية سواء في أوكرانيا أو في المنطقة حاليا، وبالتالي أهمية هذا الاجتماع أنه يسعى إلى تكامل اقتصادي للدول الأربعة. نأمل إن شاء الله أن يفضي في اتفاق يسهم في تكامل اقتصادي ينعش هذه الدول وينعش شعوبها إن شاء الله. التشجيع على الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدان الأربع، هذا ما تضمنه الحوار بصورة أساسية، وكذلك وجود مثل هذه المشاريع التي ستساهم في خلق اتحاد متكامل. فعليا احنا دائما ننظر الى دول المنطقة من سوريا والعراق والأردن ولبنان، ننظر الها كدول تكامل اقتصادي وزراعي، وكان لابد احنا من فترة طويلة انه نعمل هذا التكامل ونحطه على ارض الواقع. فكان بلش الاتفاق من بغداد، صار في مجموعة من اللقاءات في بيروت وفي عمان، وضعنا الأسس على أساس أنه إحنا كيف ممكن مستقبلا يكون في نوع من التكامل بيناتنا، ويكون في تسهيل لانسياب السلع لتعزيز الأمن الغذائي في هذه المنطقة، وخاصة أنه إحنا ترتبط بيننا إحنا الدول الأربعة حدود مشتركة ومصالح مشتركة، بالإضافة إلى رزنامة زراعية ممكن أنه نحكي فيها أنه نستغلها مستقبلاً لزيادة انسياب السلع التجارية من وإلى خارج المنطقة. مذكرة تفاهم شاملة ستمثل الحصيلة الأخيرة للاجتماع العربي بين دول بلاد الشام. هذه المذكرة ستعني البداية الجديدة لحركات إنعاش الواقع الغذائي والزراعي بين الدول الأربع، وتوقيع على بداية عهد جديد لمستقبل واقع الزراعة فيها بعد مروره بعقبات صعيبة طوال السنوات السابقة.